هقطع دلوقتي انا الليفلز وما ترميش حاجه الا لما تخلص خالص، لان ممكن تحتاج سبورت بتاع بعد ما تشتغل، فا ايه احتياج يعني، ما ترميش حاجه دلوقتي الا لما تخلص المشروع بتاعك خالص. انا هقطعه كل مره واحده اهو. دي الرفوف او الليفلز اللي جوه المفروض السورتنج ستيشن بتاعتنا. لسه هكمل، هما 3 سلايدز او 3 ليفلز. هقطع ليفل 1، انا شغال دلوقتي في ليفل 2. لو الورق اللي انت ملزقه طلع ما يهمكش مش مشكله، هو اصلا انا مش هيهمني في حاجه، بالعكس ده افضل. دلوقتي ادي الثلاثه ليفلز، هبتدي بقى اقطع المربعات ديت ببساطه شديده كده. طبعا دي مش محتاجه مسطره زي ما انتم شايفين. هكمل تقطيع، انا دلوقتي دخلت في ليفل 2. ده اللي هو الجزء بتاع الاوتلت اللي هيركب عليه اللي هو المنحدر او السلايدر اللي هيرمي الام اند امز في الكوبايات اللي تحت. انا طبعا عشان ما نبوظش الدنيا قطعت اهو زي ما انتم شايفين. بعد كده ايه، هظبط الايه الكورنرز دي بالراحه كده، اشقها عشان اخليها الزوايد الكرتون اللي موجوده جوه تتشال. هبتدي اشتغل على السيرفو الثاني بقى اللي هو في البوت. انا شغال في السيرفو الثاني برده نفس الحكايه، هنضف الكورنرز عشان لما يجي السيرفو يبات كده اهو، يبات من غير مشاكل. بما اني خلصت بقى فانا مش محتاج الابيض ده خلاص، لان ده لما حاجه الزق عليه السيرفو هيعتبر نقطه ضعف ممكن السيرفو يتحرك عليها. بس خليك فاكر ان ده ليفل 2. ليفل 2 ده ليفل 3 وليفل 1 ده ليفل 1 وده ليفل 2 ده ليفل 3 اهو. هبتدي اقطع الجزء بتاع الكالر سنسور. واضح ان البتاع بتاعنا ده ناعم وده وارد طبعا. هبتدي اغير السن زي ما انتم شفتوا كده. السن ده لفوف ورقه ورموه، ما ترموش كده عشان ما يعورش حد، ويا ريت لو تجبسه يعني تحطه في سيلوتيب ولا حاجه عشان محدش يتعور لو جه يلم الكيس اللي فيه الحاجات ولا حاجه، من باب السيفتي. واحدة واحدة بقى كده وبهدوء شديد لحد ايه ما تقدر توصل للعمق الناحية الثانية. لسه اهو ابتدى اهو. تمام، نيجي بقى للمشكلة اللي هي الدايرة دي. علشان بنقطع الدايرة دي فانت محتاج كتر بتاع دواير يقطع دواير، وده ممكن تستلفه من اي حد من زمايلكم يكون شغال في او بيدرس عمارة، تستلفه منه بس تعمل بيه الشغلانة ديت وترجعه له تاني.
بس هغير السلاح بتاعه عشان السلاح ايه ده قديم شوية. هو عبارة زي ما يكون برجل بس كتر. اول حاجة هظبط الدايرة بتاعتي، ياريت لو تكبرها سيكة يعني ما تديهاش بالظبط كده. تاني حاجة لازم تحدد اتجاه القطع، يعني ادي البتاع اهو اخرم خرم كده وكبر سنة ما عملهاش بالظبط. دلوقتي انا هبتدي اخش على الجزء الثاني، هخش على السلايدر هبتدي اقطعه. انا كنت اوريدي ابتديت اشقه، انا اصريت ان انا اقطع السلايدر معاكم لان هو فيه تريك كده. انا السلايدر مش هقطعه للاخر، انا المفروض ان انا هوصل لشكل السلايدر ده، فانا مش هقطعه خالص. انا هعمل ايه، هشق كده شق يمين وشمال، شق صغير. ها واحد اتنين، الناحية التانية واحد اتنين، بعد كده هروح تاني وتاني. ليه بقى؟ عشان ما اوجعش دماغي باللزق. اهو السلايدر بتاعنا. طيب عايز تخليه يثبت على الوضع ده يبقى سلايدر كده، هتروح مديله سبورت بشمع عشان تقفل ايه الشق اللي انت عملته ده، فيفضل ثابت على شكل ايه، على شكل تشانل بالشكل ده. وسيبه ينشف، هيبقى هو ده السلايدر بتاعك. هكمل تقطيع. خلينا كده اقول لكم، انا مبدئيا هقطع التو سبورت دول، كلر سنسور سبورت والاوتلت سبورت، هقطع التو سايدز يمين وشمال، وبعد كده هحاول اوفق حته للجراوند. الاثنين دول عايز اشتغل على نصبيان كان بيها، بس انا هشتغلهم على فوم عشان يبقى اسهل فيه التقطيع شويه، عشان الدواير دي هتبقى تقطيعها بال على الكرتون هيبقى مأساة شويه. عايز ألفت انتباهكم النقطة، شايفين الخطوط دي؟ هو مبدئيا ده الجراوند، ده ليفل 1، ده ليفل 2، ده ليفل 3، عشان تبقى متفقين على الأبعاد، لأن كل حاجة محسوبة بالسنتي، يعني ارتفاع السلايدر وارتفاع الستيبر موتور وخلافه. أنا لسه شغال على السلايدرز أهو يا شباب معاكم. متعملش زي كده، استخدم المسطرة واوعى ايدك عشان ما تتعورش. السلايد الاولاني والسلايد التاني تو سايدز اهم، فاضل السبورتات الصغنونه دي.
وهتضيعهم بقى، عشان انا على طول بضيعهم، واجي انا بعد ما اركب اقعد ادور عليهم، اشيلهم على جنب كده ايه في حته امان. الارضيه بتاعتنا بقى انا جبت حتتين من البواقي، اي حتتين من البواقي اللي في الجناب ديت، البواقي الكبيره اللي كانت يمين وشمال، قطعتهم بنفس حجم القاعده، عملت اهي الارضيه. الارضيه مش لازم تكون البيز، مش لازم تكون حته واحده، بس المهم تكون بينها نفس العرض، وهبقى الزقهم بفوم بشمع لما اجي احب ايه اجي استخدمها. ماشي ماشي. طيب كده انا فاضل لي اللي هو الجزء بتاع السلايدر ده، ده وده. انا هستخدم فوم، عايز اشتغل نصبيان اشتغل، عايز تجيب حته كرتون حته بلاستيك وتشتغل عليها رفيعه، مفيش مشاكل، كله هيأدي الغرض. حته فوم اهي كانت عندي قديمه، اشتري فخ فوم صغير اشتغل عليه، مش هتفرق بس ما تزودش عن، يعني كل ما يكون ارفع كل ما يكون افضل طبعا. انا شغال على فوم 3 مللي، والفوم ال 3 مللي ده هيعمل لي يعني ايه، يعني 5 مللي مش هينفع معاك خالص. طيب هقطع ازاي؟ هتعرف تقطع على طول كنبيها، مش هتعرف تقطع على طول اعملها تنجنشنز كده. اضطريت اغير السلاح عشان اللي حصل دوت، او اطير حته من السلاح. تقدر تلفها لفها، مش هتقدر اعملها ايه ممسات. بص زي ما كنت بتتعلم في ابتدائي ولا في اعدادي زمان، يقول لك تجيب الدايره ازاي، تقعد تجيب ممسات ممسات تنجنشنز 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 لحد ايه ما تلفها خالص ولا اروع. بص بعد كده بقى ايه، تظبيطة صغيرة اهي. طبعا الفوم اسهل زي ما انتم شايفين، بس مشكلة الفوم الاساسية ده انا مش هستخدم فيه شمع، يعني ده حتة صغيرة بس شمع، انما الباقيين اللي هي السلايدز والليفلز كلها شمع، فالفوم مش شمع بيسيح، وهي دي المشكلة. يعني انا لو حطيت شمع كده على الفوم هيسيح، فبالتالي انا ما بحبش ايه استخدم في الجوانب، علشان ما مش هتبقى ايه، مش هتبقى مظبوطه قوي. برضو نفس الكونسبت بتاع التنجنشنز، بس ده الاوتلت اللي هيقع منه البتاع. فاضل بقى ايه؟ فاضل اجي اعمل اللي هو المكان اللي هيقع منه الكاندي او الام اند ام. كبرها سنه. طب لو كبرتها هتطلع قوي؟ لا صغرها سنه. واحدة واحدة كده وبهدوء عشان افضي.
ناقص الحقيقة بقى، يا ترى الكاندي هتنزل عايز توسع سنة. طيب اسهل حاجة بقى مسدس الشمع كده، بس مش الشمع نفسه، انا هقعد ايه استخدم السخونية بتاعت راس مسدس الشمع عشان اوسع بيها الدايرة بتاعتي، بما انه فوم يعني وبالحرارة، وفي نفس الوقت لما انا بعمل كده بطير الشارب ايدجز علشان الكاندي ما تتعلقش او الام اند امز ما تعلقش. سيبها تنشف شويه كده، بعد كده نرجع نتست تاني هل الام اند ام هتقع من جواها ولا لا. خلي الام اند ام دلوقتي هنا موجوده. هنكمل كلامنا في الجزء ده. تانجنشنز تانجنشنز لحد ما نجيب الشكل الدائري الكامل بتاعها، نص دايرة مطلوبة. نص دايرة دي مهمة على فكرة، يعني متستهونش بيها لانها لو ما اتقطعتش كويس هتخبط في البادي بتاع البتاع نفسه. انا كده تمام، هبتدي اكرر نفس العملية هنا اهو. اوريدي انا هستخدم المرة اللي فاتت انا قطعتها بالكتر، المرة دي انا هقطعها بالبرجل بتاع التقطيع. طبعا البرجل هيبقى انضف كتير زي ما انتم شايفين كده، سموز جدا جدا جدا. بس برضو سؤال واحد الحقيقة، هل الكاندي هتقع؟ اه هتقع. بص مية مية. طيب في حتة طارت مني، عوضها بحتة ايه؟ عوضها بحتة شمع عشان الجزء اللي طار منها. كجايد لاينز هبتدي اعمل خرمين بأي مفك كده هنا اهوت، لان دول المفروض هيركب عليهم ايه؟ السيرفو موتور. تعالوا نرجع نجرب اللي هو الجزء الاولاني، يا ترى الكاندي كده هتقع؟ انا كده تمام، ما عنديش اي مشكله، ما عنديش اي مشكله خالص، حتى لو اتقطعت مني هلحمها برضه مفيش مشاكل. من باب السيفتي وايز عشان قلبك يطمن وقلب انا كمان يطمن، يا ريت تحط ورق ابيض من الناحيتين، يعني انا هلزق ورق ابيض برضو من الناحيه دي، لان المفروض ان انت السنسور بتاعك انت عامل له كاليبريشن على الابيض، فسواء ركبته من فوق ولا من تحت يبقى باي ديفولت شايف الابيض اللي هو مش هياخد معاه اكشن. كده عشان اضمن ان السنسور لو وقع في اي حتة يقرا ايه؟ لون ابيض. الحتة دي مش مهمة اوي بالنسبة لي، مش محتاجها اصلا، مش محتاجة الزقها، مش محتاج يبقى فيها لون ابيض. بس انا كده جاهز، كل اجزائي جاهزة، هبتدي اخش في الجزء التاني من الفيديو اللي هو عملية الاسمبل. انا خلصت عملية الكاتنج، طبعا كنت ممكن ده تعمله بليزر كاتر على خشب قبل كده، بس يعني احنا مش عايزين نعمل حاجه واو او حاجه كيوريس بتاعها عالي قوي، احنا راضيين بالاوتبوت اللي هنقدر نوصل له عن طريق اللي احنا عملناه ده. شكرا جزيلا يا شباب، مع الجزء الثاني او الفيديو الثاني اللي هو هنبتدي نلزق فيه المشروع بتاعنا.